الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله إله تفرد بالربوبية لا ضد ولا ند ولا شريك ولا والد ولا ولد له، إله حكم فعدل وأعطى فأجزل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أحباب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في زمن تتلاطم فيه الأفكار وتتصادم فيه الآراء ويختلف الناس فيه إلى مذاهب، لا خلاص من هذا الجو إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله، فهو الفيصل في الأحكام، وإلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فنرى قائدنا محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه ماذا فعل، ماذا قال، وعندها يتضح الطريق ويبصر الإنسان الحيران فيرى الأمور على حقيقتها، ولكن شرط ذلك أن يتخلى عن هواه وأن يتخلى عن ذاته مقتدياً برسول الله، فالهوى والرأي الخاص لا مجال له إذا قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تحدث في بلاد المسلمين تغيرات، ويختلف الناس في الأحكام، فذاك يقول مؤامرة وآخر يقول جهاد والآخر يقول حرية والآخر يقول فتنة. أمام هذا الأمر لابد من أن نضع قواعد ننطلق منها، هذه القواعد هي بمثابة الميزان. أولا، من هو القائد؟ نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أمره الله أن يصطح بالدعوة قال كلمة: إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد أي المسؤول لا يكذب أهله،
فالمسؤول الذي يكذب ليس مسؤولاً، والرائد أو القائد الذي يخدع شعبه ليس قائداً، فلا يستحق أن يسمى قائداً ولا مسؤولاً. فمن كان قائداً يتصف بالكذب هذه صفة تسقط عنه صفة القيادة. ثانياً، أن يكون القائد من جنس الناس، يعني أن الأمة إن كانت مسلمة فينبغي أن يكون قائدها مسلماً، وإذا كان الأمة نصرانية فقائدها نصراني، وإذا كانت بوذية أن يكون بوذياً. فلا يصح أبداً أن يحكم قوماً شخص ليس من جنسهم، إذ لا يهمه ما يهمهم ولا يتألم لألمهم، فهم سلعة عنده يتصرف بهم كيف يهوى ويشاء. لذلك لابد أن يكون القائد من القوم. ونحن كأمة مسلمة، قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فصفة القائد الذي ينبغي أن يكون على المسلمين، ينبغي أن يقيم الصلاة ويمكن الناس من إقامة الصلاة، ويضع القوانين التي تساهم في تحقيق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن جاء ليخالف هذه القواعد لا يصح أن يكون قائداً على المسلمين، لا يصح، لأنه لا يلتزم بالتوجيه القرآني. فالآية واضحة. القاعدة الثالثة، أن القاعدة ينبغي أن يعمر مساجد الله. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فإذا عمارة المساجد عبادة وبناء، عمارة عبادة وعمارة، ينبغي أن يكون القائد متصفا بها. فمن كان يضرب المساجد والمآذن التي ترفع كلمة الله أكبر لا يستحق أن يكون مسلماً، لا أن يكون قائداً على المسلمين. فإذاً هذه قواعد. إذا تأملنا ساحاتنا فنجد أن قادتنا في بلاد المسلمين يسعون في الأرض فساداً، يريدون أن يضرب ويدمر ويقتل ولا يبالون. نعم، أولا لأنهم ليسوا من جنس الناس المقيمين، فالناس يعبدون الله وهم لا يريدون أن يعبدوا الله. هؤلاء الناس يريدون أن يعمروا المساجد وهم يضربون المساجد ويخشون من المساجد. أيضا لا يمكنون الناس من إقامة شريعتهم ودينهم، وثمن الناس عندهم البلد كله لا يساوي الكرسي التي يجلس عليها، لذلك مستعد أن يبيد الناس كلهم من أجل كرسيه. فهذا الأمر واضح، لا يجوز لإنسان ولا يجوز لعاقل أن يلتبس عليه الأمر بعد أن يسمع ويقرأ. فالميزان عندنا هو القرآن، الميزان عندنا هو القرآن. أمر آخر، من حق كل إنسان، من حق كل إنسان على وجه الأرض أن يكون حراً، من حق الناس. الله عز وجل خلق البشر، قال سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ حتى العبد
إذا كنت سيداً وعندك عبد فلا يجوز لك أن تكلفهم ما لا يطيق، وإذا كلفتهم فيجب عليك أن تعينه وأن تلبسه مما تلبس وتسكنه حيث تسكن. هذا مفهوم الإسلام. لنرجع إلى القرآن وإلى السنة، إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ينتهي الأمر. فمن حق كل إنسان أن يكون حراً، ومن حق كل إنسان أن يفكر كيف يشاء، أن يفكر كيف يشاء وأن يطرح ما عنده. إذا كان أذن الله عز وجل لإبليس بالحوار، أذن لإبليس لعدوه بالحوار، وأمرنا أن ندعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا، وأذن للإنسان أن يعتقد ما شاء، أما الحساب فأجل ليوم الحساب، الحساب على الله، فلك أن تعتقد ما تشاء. وإن كان الإسلام يدلك، وجاء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن قبله الأنبياء ليبينوا للناس، فلقد وأوضحوا لنا الطرق، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أما الحساب فرب العباد هو الذي يحاسب، هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما أنا لا أستطيع أن أحاسبك، ولا تستطيع أن تحاسبني، ولا يجوز لي أن أريق قطرة دم إنسان إلا إذا كان محارباً يعتدي على الآخرين. لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه عندما خرج الخوارج عليه، الذين خرجوا عن طاعة الإمام، طاعة سيدنا علي، وحملوا أفكارا تناقض فكرة الخلافة الإسلامية، فأتوا إلى سيدنا علي واستأذنوه أن يطرحوا أفكارهم في المساجد والطرقات، في المساجد والطرقات. قال: لكم ذلك، لكم ذلك. فأن يطرح الخارجي عن رأي الخلافة رأيه، أذن سيدنا علي وهو خليفة المسلمين للخوارج أن يطرحوا أفكارهم في المساجد وفي الطرقات، ولكن لا تتعرضوا للمسلمين بالسلاح، ولم يقاتلهم إلا بعد أن تعرضوا للناس وقطعوا الطرقات وآذوا الناس. ونحن اليوم من حق الناس أن تعيش بكرامة، من حق الناس أن تبدي رأيها، من حق الناس أن تفكر. يقولون: نخشى على الأقليات، كلمات تردد في الإعلام، نخشى على الأقليات. لما يصح للأقليات أن يحكموا الأكثرية وأن يستعبدوهم عقوداً من الزمن؟ هل يحكم القليل الكثير؟ الأصل أن يكون بالأغلبية. هكذا العقل البشري يقول، وهكذا الإسلام يقول، وهكذا الديمقراطية تقول. الأكثرية هي التي تحكم الأقلية، ولكل حقوقه، ولكل إنسان حقه، سواء كان كثيراً أم قليلاً. أحباب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتن تمر ومحن تأتي، ولكن نسأل الله أن تكون العاقبة لصالح الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يغير الحال إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة أن تجعل الفرج قريباً لإخواننا في سوريا وفي كل بلد مسلم وفي كل بلد في العالم. اللهم ارفع الأذى، ارفع الإذاء عن المسلمين، اللهم ارفع الأذى عن المسلمين، اللهم يسر الخير للمسلمين. أحباب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يقمع أحد. آن الأوان لأمة قمعت أكثر من 50 أو 60 عقود من الزمن مرت علينا، أكثر من قرن، ونحن تحت نير الاستعمار
والناس مستعبدة، والناس مستعبدة، ومن رحل كشف عن بعض خفاياه، وما خفي أعظم عندما يكون ذاك معه 140 مليار وزيادة موضوعة هنا وهناك، والناس بحاجة إلى طعام، والآخر 70، والآخر أكثر وأكثر، والمخفي أعظم. نعيش نحن في بلادنا في فقر في ضعف، وأموالنا تجمع في أيدي الحكام عددا قليلا من الناس. لما؟ لأنهم ليسوا من جنس الناس. والله لو كانوا من جنس قومهم، وإن كانوا أشكالا هم من جنس قومهم، ولكن فكرهم وعقلهم هو خارج بلادهم، خارج بلادهم وخارج أرضهم وخارج أوطانهم وناسهم. لذلك أخذوا المال وضعوها في الخارج، أخذوا الممتلكات وضعوها في الخارج، لأنهم ليسوا من أهل البلد. وإن كانوا ينتموا بحسب الظاهر لأهل البلد، فهم ليسوا من جنس الناس. ولو كانوا من جنس الناس لأحسن للناس، لأن الرائد والمسؤول لا يمكن أن يترك أولاده جوعا أو ضعافا وهو قادر على إطعامهم وتأمينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and we seek His forgiveness and assistance. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and the sustainer of the universe. We bear witness that there is none worthy of our worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And we bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity. Whomever Allah subhanahu wa ta'ala guides, there is none to misguide. And whomever Allah subhanahu wa ta'ala leaves to go astray, there is none to guide. There is a lot of turmoil and tribulations going on in our countries back home, in the Middle East in particular. Some people call it a legitimate call to freedom. Some people call it a conspiracy. To be able to make a right judgment on the whole situation, we have to turn back to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran in Surah An-Nisa, at the time of disagreement, at the time of conflict, return the whole matter to Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the just. And Allah subhanahu wa ta'ala is fair in His judgment, and He is not unjust to anyone in the least. In our countries back home, we are told in the Quran that the leader of a nation should be honest, because a liar should not lead his people, as the Prophet ﷺ says in the Hadith. Also, we are told that the leader of a nation or a people should be one of them. The leader should be from the people and for the people. A leader is a servant of the people, and he is not their slave master. The people are not his slaves. And this is how the people back home think. This is how people in power think. They think they are the slave masters and everybody else is a slave. So these are some of the qualifications. Number three, a leader of a nation should work to establish the rule of Allah subhanahu wa ta'ala in the nation. Because the religion of Allah subhanahu wa ta'ala is the best way. And as we said in previous khutbahs, that we in our countries back home, we tried everything. In the past century, we tried capitalism, socialism, communism, socialism, all the isms in the book, and none of them worked for us. And our countries back home are living in misery. So what we need to do is to give Allah subhanahu wa ta'ala a chance to solve our problems. We need to practice and establish the rule of Allah subhanahu wa ta'ala so we will be successful in these countries. The people who are walking the streets back home, taking to the streets and starting the revolutions, they have the legitimate rights that Islam gave to them. They are calling for freedom. And Umar ibn Khattab radiallahu anhu said, when did you enslave people and they were born free? How do you enslave people and they were born free? You don't have the right to enslave your people. The people have the right to talk and to express their opinion. They have the freedom of expression. They can talk whatever they want. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran spoke to the shaitan himself, his rival and his enemy.
And the conversation is mentioned in many places in the Quran. The shaitan is making vows and Allah subhanahu wa ta'ala is telling him that none will follow you except the disobedient ones. And so on and so forth. So those in power, they have to listen to their people. If they are saying the right thing, if they have legitimate things they are asking for, they should provide it for them. They have to feel the people. And they have to work for the betterment of the people. And they have to work for the betterment of their society. They shouldn't abuse the people, and they shouldn't put people who ask for freedom in jail, and they shouldn't take and exploit the money of the countries and take it to other countries, Switzerland and other countries. Your country, the country that these people are ruling, are not their bank account. They have to put this in their minds, and they are accountable before Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will ask them about everyone who spend the whole night without food. Allah will ask them about those who go to prison for no legitimate reason. Allah subhanahu wa ta'ala will ask those about whose blood was shed for no excuse. And Allah subhanahu wa ta'ala will question them about this. The way to success is to follow the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is the way to salvation and success. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us sincerity in this life and to give us success in the next life. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحباب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لابد أن نذكر أن المسلمين مبتلون، يبتلى المسلم كل حسب واقعه. فأناس ابتليوا في وسط المعمعة، فبيوتهم تضرب وأطفالهم تشرد ونساؤهم تغتصب، وأناس يخرجون من ديارهم. سبب ذلك أنهم قالوا نريد أن نكون بشرا. ونحن نبتلى بهذا البلاء أن الله عز وجل يسر علينا وأمن علينا بالأمن والطمأنينة. فسنسأل، هل كنا بجانبهم؟ هل كنا عونا لهم؟ هل شعرنا بما يشعرون؟ ونحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بلا شك أن من في قلبه مثقال ذرة من حبة من خردل من إيمان لابد أن يتألم لهذا الواقع. ومن هذا المنطلق ندعوكم جميعا لأن نساهم بمبلغ ولو كان قليلا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. فاليوم سنجمع ما ييسر الله عز وجل علينا لصالح أهلنا في سوريا والمشردين وفي الداخل، حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى ذلك. فاليوم ستجمع، وأيضا في المكتب الأوفيس سيقبل تبرعاتكم في خلال الأسبوع وإلى فترة غير محددة لمساعدة أهلنا. فلا تقصروا فيما تقدموا لأنفسكم، فيما نقدم لأنفسنا، فما ننفقه لنا أجره، لنا ثوابه، لنا وليس للآخرين. الأجر عند الله سنأخذه نحن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء الأربع الشرفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع على الخير أمورنا،
اللهم من أراد لهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فاجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم بهذا الوقت المبارك بهذا المكان المبارك أن تفرج عن أهلنا في سوريا فرجا قريبا يا رب العالمين، تعز به المؤمنين وتذل به الكفر والكافرين. اللهم عليك بالطغاة الفاسدين وبالحكام الظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تخالف منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تثأر للطفالة، اللهم إنا نسألك أن تثأر للشيوخ والأرامل والنساء والرجال. اللهم إنهم ضربوا المساجد وهدموا البيوت وانتهكوا الأعراض وشردوا الناس وأنت أعلم بما يفعلون، فاجعل عاقبة ذلك لصالح الإسلام والمسلمين، اجعل عاقبة ذلك لصالح الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من أنت أرأف بالأجنة في بطون أمهاتها، يا من أنت أرأف بالأمة من أنفسها بأنفسها، فرج عنا ما نحن فيه وأخرجنا مما نحن فيه، واجعل ذلك تقبلا للشهداء عندك وشفاء للجرحى وفك أسر المأسورين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من لا ترد داعيا، يا من لا ترد طالبا، سألناك سألناك فلا تردنا خائبين، سألناك فلا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، أكرمنا بالعمل الصالح الذي يرضيك عنا، واغفر لنا ما مضى وارزقنا حسن الختام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.